السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج بيم فيجن ده من البرامج الممتازة جدا في انك تشوف ملفات الـ IFC. وفي سؤال جه على ان انا عايز اظهر الـ coordination، فلو انا عايز اظهر الـ coordination هروح ل measurement ان انا اقيس واقول له ان انا عايز اظهر الـ coordination، وابدأ احدد مثلا النقطة ديت. فهو جاب لي الـ X والـ Y والـ Z. طب لو انا عملت زوم، لو انا عملت روتيت، كل الحاجات هتفضل موجودة زي ما هي، مش هتتدرب. يعني مش مجرد ان انا عملت روتيت هتلاقي ظهر مكان تاني. ده هو الاكس والواي والزد، فتقدر تتأكد من ان المعلومة بتاعتك مظبوطة. طب لو جيت هنا مثلا في نقطة زي ديت، ظهر عندي الزد بارتفاع 23 متر لان ده اعلى من الارض. هنا ظهر بزيرو، وهنا هتلاقي ظهر بماينس متر وعشرة.